درس من النمل. كان ماهر يتمشى مع والده في الحقل. لفت نظره عدد من النمل فخاف منه. قال له والده: لا تخاف يا ماهر، تعال نتأمل هذه النملات. اقترب ماهر أكثر من النمل. أوه، عددها كثير كثير. يا أين تذهب إلى بيتها؟ أجاب الأب: ولكن الزحمة كبيرة، كيف تسير بلا اصطدام أو مشاكل؟ دنا الأب من النمل وأشار بيده: انظر، تبدو هذه النملة كأنها تنظم المرور، تختار طريق الأنسب وتسير كل مجموعة على حدة. أي تعمل شرطية مرور؟ سأل ماهر. أحسنت، قال الأب، ثم أكمل: وهذا طريق في الوسط، لا تسلكه إلا النملات التي تحمل الغذاء والحبوب، لأن سيرها أبطأ من سير غيرها. فرح ماهر بهذه المعلومة كثيرا. ثم أضاف الأب: أما الخطوط الجانبية فهي للنملات التي لا تحمل شيئا، فطريقها أسرع، وبهذه الطريقة لا تحدث بين النمل مشاكل. سأل ماهر: النملات تعرف كل هذا؟ كيف؟ قال الأب: بغريزتها التي أودعها الله فيها. سر ماهر بالنرز هاتي مع والده في الحقل وفي طريق العودة. قال لأبيه: هذا ثاني درس أتعلمه عن النمل في حياتي. شكرا لك يا أبي.